السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مدحوينها جمهورية فدرالك الصومالية مدنى محمد عبد الله فرماتشو أيا مانتا حير مدحوينكم مقعابي قدقة دبوه الشيسينتا إيو وضحض اللذا جمهورية فدرالك عيا الصومالية إي صومالي لان مدحوينوه مركيو أركي أهمية دوين إي لا ضحي إيو قيمها أي كفر ديدو دبو يقليلي دا قرن صومالياد أو مدايسان كون ديسان مبادئ دا تلوذاق والدنيادة عدالدة يسكو دوبنانتا مركيو أركي إن أي لغما مارمان تهي إن ديبلو بلابو ودا حدالدي أدحيي دولد فدرال كايا صوماليا يو صومالي لان كواس و أي أجيدودو دو أحيد إن حلوارا أو مردالة لغا جارو تبشوينكا ولالهين صومالي لان مدحوينوه مركيو دقيستي وحا أو تحقليي تلوينكا أي سوچي دين أيان سياسيين تا مسؤولين تا أقوينيهان ندا وحقرات كا يوواي لدى الصوماليهد اي كو آدن حال اهليد دا أرمها صومالي لان وحا او مقعابي قدي كاكوبان لحبنود وحا قدوميه قدي قاس اوه حلبان عبد الله الشيخ اسماعيل سيدو كلي وحا قدي قدوميه كوحيان اوه عبد الرحمن عبد حسين قولوده سيدو كلي وحا جرا أفر حبنود أو لفدبر النقون دونا قدقين كواس أو كلا أه دكتور عبد الرحمن معلن عبد الله باديو دكتور علي سعيد فقي سرية قوتو أحمد شامع موسى إيوح الليبان علي أحمد شامع تشينجلي قدقين وحاهاقي دونا أو أي كشاقين دونان دستوركا إيا شروع دا دالك ويالا وحانا واجباتكو دا كمد نقون دونا إن أي دولة دا فدرالك أه كم التلان وذا هذا اللذا إسلامر كان أي هجاميان إن أي دياريان دراسة تفتران أو كسابسن لنعيض الشرعيقة سياسة دا تاريخ دا دقن دقالها إيو أرمها بلشدة إي كو آدن وذا هذا اللذا إن أي تلبحين شوكتا أسو تشيديان مدحوينها جمهورية دا فدرالكا أي صوماليا إسلامر كان أي كتلبحيان جيد سعودكا وذا هذا اللذا ومهسنتين.